ريفيو. إن علامة أودي في عالم سباقات السيارات مترافقة دوماً مع الإبداع. قررنا اعتماد تقنيات هجينة مع محركات كهربائية ضمن فئة السيارات، مع مدخرة تزودها بالطاقة ومحرك يعمل على الدوام من أجل شحنها. من المفترض أن تخفض من استهلاك الوقود بنسبة 30 إلى 40%. المحرك الكهربائي في القسمين الأمام والخلف للسيارة ومركز ثقلها منخفض جدا، ما زالت تبدو كسيارة سباقات. لست بحاجة لتغيير نسب السرعة على سبيل المثال، لديك طاقة مباشرة وليس عليك الانتظار من دون أي تأخير على المسار. لدينا محركات قوية مع معدلات دوران وسرعات منخفضة، ارتفاع السرعة حتى 170 كيلومترا في الساعة ثابت، ما يعني القدرة على المناورة بين الكثبان مع محرك يستجيب جيدا ويقدم طاقة كافية. من الأسهل تجاوز الكثبان مع سيارة كهربائية مقارنة بالتقليدية. نركز فقط على القيادة والكبح الجيد. هناك بعض التحديات مع هذه التقنيات الحديثة، لطالما كان ذلك حافزاً لي طوال مسيرتي، العمل على تطوير السيارة لتصبح أسرع وأكثر كفاءة. يملأني الفخر لأنني أعتقد أنه مشروع يحمل تحديات كبيرة حقاً. من الناحية التقنية أعتقد أنه التحدي الأكبر لي على الإطلاق، لكن التواضع يغمرني لخوض هذا التحدي في أصعب رالي على ظهر الكوكب. سنحاول تحقيق الفوز، وهذا ما يمثله جوهر أودي وما يهدف إليه السائقون المشاركون.